حتى نجرح لواحد السيد لابس عباية هو شكون مدير الدراسة تاع مركز تكوين شبه طبي ورقة. D'ouvrir les yeux sur les inégalités et on a des mesures qui nous permettent de corriger ces inégalités. حضور المرأة في أعلى مستويات المؤسسة يساهم بقوة في تحسين الأداء ودفع الإنتاجية والأفكار الجديدة. فلعصرنة وتطوير قطاع الأعمال لابد من إدماج الشابات والنساء المتخرجات حديثاً، إذ تبلغ نسبة هؤلاء 63%، شابات تزخرن بقدرات وكفاءة كبيرة. لابد أن تدركنا قيمتها للمضي إلى الأمام في هذا المجال. العمل يحمل عنوان حان الوقت لإعطاء المرأة فرصتها للاندماج في الشركات البترولية، وهو يسرد قصة فتاة شابة تدعى رميسة، وسوف نوزعه في شكل كتيب صغير يسلط الضوء على مختلف العقبات والمشاكل التي تواجه المرأة في المجتمع بالمقارنة مع الرجل.